صباح الخير سحر، كيفك؟ الحمد لله، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك سحر. يمكن كنت معي أول تاني حلقة من أول ما أطلقنا البرنامج، وكنا عم نحكي عن الأقساط المدرسية. كانت المعركة حامية إذا بدك، وكان الوزير بده يطلع قرارات. شو صار بالموضوع؟ بعدنا مثل ما بيقول المثل اللبناني مطرحك يا واقف. لازلنا على وعود من وزير التربية بين اليوم وبكرة، أسبوع الجاي وأسبوع اللي بعده. هاي من شهر ونص. هيدا من شهر. نحن اليوم صارنا بالمرحلة الحساسة، لأن بين ما تستشر في العام الدراسي الجديد ونكون عارفين نحن على أي عام دراسي فايتين وشو صار بمعركة الأقساط بالنسبة للعام الدراسي الهجين اللي ما عرف يكمل السنة الماضية، اليوم لا، نحن رحنا على كارثة اللي هي إنه لا في مجالس تحكيمية اللي هي مفروض تنظر بالقضايا واللي تاخد إذا بدنا القرارات المحقة بهذا الموضوع، ولا معروف أي فضاء. شو اللي مأخره؟ هلأ الموضوع واقف عند وزير التربية. يعني بترجعي بتقولي إنه بين ضغط كارتيل المدارس من ميلة والكارتيل الديني الحامي لكارتيل المدارس من ميل، وبين فعليا أولياء الأمور المحقين واللي معركتهم محقة بكل الخبرية بتكون. بس أنا بعرف سحر أنه في كتير أهالي دفعوا الأقساط، يعني ما لقوا لا حول ولا قوة، وما في قرارات نتيجة الابتزاز اللي كانوا عم يشتغلوا. إيه، يدفعوا لأنه كله خايف على أولاده. صح، خايف أنه صح. نحن ضلينا نشدد يعني، وبالأخير الناس إذا بدنا نقول ذاكرتها قصيرة، يعني بتقولي أنت ما تدفعوا أقساط وما تروحوا صوب الضغط اللي المدرسة عم بتمارسه، توصلي لمطرح أنه طب ما أنا عم بيقولوا لي ما بدي أعطي إفادات، عم بيقولوا لنا ما في مطارح لأولاد، تكون اذا ما سجلتوا وسددتوا اللي قبل ولادكم حينشحطوا من المدارس. صح، مزبوط، عم بيصير في هيدا الضغط. فهن حيخضعوا بالاخير، لانه نحن وزير التربيه لحتى هيدي اللحظه ما اخذ قرار واضح بهيدا الملف. نعم. طب سحر، اليوم يعني انت طبعا متابعه شرسه اذا فيني اقول للقضايا الاجتماعيه الاقتصاديه الانسانيه، ناشطه جدا اليوم. السله الغذائيه، ما بعرف شو عندك رأي بالموضوع من بعد ما بعرف إذا رحموا الناس شوي بهذه هلأ بالشكل بالدعم اللي صار بالشكل. قيل إنه رحمت العالم، إنما بالمضمون وين رحمت الناس؟ وأصلاً أيمتى حنلمس هيدا الرحمة؟ يعني نحن لما جينا قلنا دعمنا 200 صنف أو أكثر بدهم ينزلوا على السوق. طب هيدول ال 200 صنف اللي ندعموا، هل فعليا المواطن دغري حيحس فيهم؟ هل فعليا نحن لما ندعم كرانبيري مثلا هيدا اولويات للمواطن بهيدي الحاله؟ هل انا بدل ما ادعم مثلا، او حتى اذا دعمت المزارع واللي عنده دواجن واللي عنده لحوم مزارع لحتى يذبح منها؟ بدي بس هيك تزيحي شوي ليطلع صوتك على الميكرو. وين مخبى الميكرو؟ ما مشكله. ايه. اللي عنده مزارع واللي عنده مربي مواشي، هلا هيدا لما انا بدي ادعمه بالمقابل بدعم اللحم المجلد اللي بيوصل من خارج البلد، ما انا فعليا. طب ليه ما بندعم ابن البلد؟ ما عم بفهم. ما هيدا اللي احنا عم نحكيه، يعني حتى انتقاء، ما هو المشكله كمان بانتقاء الايتمز اللي ندعمه. ايه. في مشكله. ايه. المشكله عندنا بانه في عندنا قصص ثانيه اولويات كثير، في اولويات. يعني هل فعليا نحن بازمه بدعم مكسرات، بدعم هوت دوغ فايت من خارج البلد؟ يعني ما بدل ما ادعم مثلا انا مواد اوليه موجوده ببلدنا لنساعد هالناس. صح، وخاصه المزارع، حتى المزارع انا قلب بدعم له مثلا الحمص، ما بدعم المبيدات اللي هو بده يستعملها. طب ما المزارع في عنده مليون شغله بيستعملها بالارض تاعيته قبل ما فعليا يصدر هيدا الانتاج او ينزله على السوق. نعم. فمنقول عنا يعني اذا بدك نسميها خبصه، ايه خبصت. يعني حتى انه التجار فاين دعمتيهم على 3900 ليرة، حيقدروا يفوتوا الحبوب أو المواد الغذائية على قلب البلد أو كل السلع المدعومة، مش بس مواد غذائية، بهيدا الأسعار. طيب التاجر اللي اشترى على 8000 حيقبل أنه ينزل الايتمز تعولاته بقلب السوق على 3800؟ طبعاً لا، حيضل عم بيعلي بالأسعار. يعني غلى الأسعار مستمر وفاحش، ما دغري حنحسيه. يعني نحن ما دغري حنحس أنه نزلت البضائع أسعارها، لأن حتى في عندك تجار نزلت الأسعار اللي هي على 1005 ضبطها بمستودعاتها، طبعاً حطتها بقلب السوق. طبعاً على 9000، وما وصل الدولار 9000. يمكن في ناس يمكن بعد ما اشترت بضاعة جديدة يراكموا يعني. أرباح
على ظهر العالم، مش معقول. علما لا مراعيين قدره شرائيه، لا مراعيين انه القطاع العام اللي هو اغلبيه الناس الموجوده بقلب البلد، اغلبيه الموظفين قدرتها الشرائيه انخفضت حوالي 70%. العالم اللي عن جد كانت تقبض معاش كامل اليوم عم تقبض ربعه ونصه، في عالم انشحطت من اشغالها، هيدول كلهم ما راعيتيهم انت. وبعدين بنفس الوقت بيجي بقول لك انه بصير يتبكبك عند وزير الاقتصاد انه انا لا بدي اندعم. ما التاجر عندنا بقلب البلد فعليا فاجر. هيدا الفجور يعني بلا ضمير انه اليوم عم تبيعوا ما نكون مش عم تبيعوا. غلى الاسعار مخيف، لا مرعب يعني. بعدين تفاوت فعلا، في ناس ما بعرف كيف تفاوت الاسعار من منطقه لمنطقه. هيدي كمان من محل لمحل. يعني انا امبارح بعيني جبت غرض، رجعت فتح سوبر ماركت ثاني لقيته اقل ب 4000، صح؟ مش انه ب 500. يعني كل واحد فاتح على حسابه بكل معنى. والمشكله وين نسرين؟ انه في عندك مواضيع. طب لنقول علبه الدخان المدعومه من الريجي، هاي ليه سعرها بده يكون بيختلف بفرق شاسع بين دكان ودكان تاني؟ طب ما هي مدعومه من ما عسى في رقابه وفي عندك مثلا بيضحكوا لما نقول وين مصلحه حمايه المستهلك. بيردوا عليك مصلحه حمايه المستهلك ما عنا عديد. طب عادي، طيب ما مشكله. في كتير فائض موظفين بالقطاع العام بقطاعات تانية وادارات تانية شغلون اليوم، هيدي الاولويه. مش بس هيك، في كتير جهات من الشارع، من مجموعات 17 تشرين عرضت نفسها لتكون متطوعه، وابرزها ائتلاف بناء الدوله اللي عرض نفسه ليكون متطوع. بيطلع وزير الاقتصاد كان على محطه زميله عم ببيخ خبريه اذا بدنا نقول المراقب على الاسعار انه شو بيعملوا يعني، او يستعينوا بموظفين سكه الحديد يلي بيقبضوا من دهر يعني، وهن قاعدين بالبيت. نحن في عنا عالم عم تنشحط من اشغالها، تخيل بالمقابل موظف سكه الحديد قاعد بعده ببيته وعم يقبض معاشه. طب مافيا ولا شو؟ بس انا يعني بحب احكيهم انه مافيا. يعني نحن لو غابه ما بنكون هالقد القصص فالته. يعني حتى الغابه في إلها بلكي قوانينها شوي. قوانينها هي. نعم. لا نحن فينا نقول مغارة وجوه ما حدا بيعرف. شو بتتوقعي؟ بعرفك أنت متابعة جدا على الأرض، شو بتتوقعي الأسعار تنزل شوي؟ ما في انفراج بالسوق حاليا. يعني نحن قدام أصلا أزمة ما عمرها يوم ويومين. يعني نحن رايحين فعليا على أزمة. هيدي الأزمة كل يوم حتكون عم تطلع. طالما نحن ما في عنا حلول، طالما ما في مصاري بالبلد، طالما أموال العالم بعدها بالمصارف، طالما هيدي تشين كلها إذا بدنا نقول مربوطة ببعضها، ما في انفراج على المستوى القريب. وإذا بدنا نحكي بموضوع وزارة الاقتصاد، فوزارة الاقتصاد حتى ولو دعمت، ولو شفنا هيدول الخبريات عن جد بلمس اليد لمسناهم، المواطن بقلب الأرض بقلب السوبر ماركت على رفوف التعاونيات ما دغري حيشوف الفرق. نتيجة جشع التجار، نتيجة التقصير بتسطير المحاضر. منروح على الدكانة منسطر محاضر بينما التعاونيات الكبيرة اللي هي فعليا مافيات من المافيات الكبيرة طبعاً. بس كمان سحر، ما في حق على الناس شوي بمحلات معينة يلي بتنزل بآخر أسبوعين ثلاثة رفوف فاضية؟ العالم ما بعرف يعني اي اشياء عم تنكب عم بيصدقوها، بتلاقي رفوف السوبر ماركت هن عم بيساهموا بان القصه تكبر اكثر وتكثر الاحتكارات طبعا بقلب السوق. هلا انا بتعرفي ببرر وما ببرر للعالم. يعني ببرر انه اللي عنده عيله بخاف من بكره على عائلته، اللي عنده اولاد صغيره بخاف انه انا بكره ابني يطلب مني شيء مثلا ما اقدر اكون عم طعميه. يعني الكبير بيقدر يفكر، بيقدر يتحمل، بيعرف انه مثلا انا لا ممكن بهالطريقه اكون عم مارس ضغط معين. بس ترجع بتقولي رب الاسره او الام اللي عندها اولاد ما بيقدروا يفكروا بهالطريقه. يعني بتضيعي بين تقولي عليهم حق ولا معهم حق، ولا شغله الدوله تكون حاميه بغياب الدوله، هو المواطن لازم يكون مسؤول. هي سلسله طويله من التعقيدات اللي نحن اصلا بالبلد مش عارفين نطلع منها. ونحن فكره المواطن الواعي اللي بيعرف شو يعمل بقلب الشارع، واللي بيعرف شو يعمل على ابواب الصرافين، ما يروح فعليا يكون مرهون لابتزاز الصراف على $100، واللي بيعرف ما يخضع مثلا لابتزاز المدرسه. هيدي التثقيفات كلها اللي المواطن لازم يكون عنده اياها. عندنا حق، في حق علينا كبير طبعا ما بنعرفها، نتيجه غياب الدوله وغياب القوانين. تعودنا بلكن نقبع شوكنا بايدينا اذا فينا نقول على اللبناني من الاخير. سحر ما بعرف شو ممكن تضيفي بعد. فينا نقول انه اليوم فعليا نحن بوضع اجتماعي سيء. ما لازم نستهتر
ولا لازم نتهاون، فينا كلنا نكون مراقبين. اليوم في شيء اسمه سوشيال ميديا واللي هو بلاتفورم مفتوح لكل العالم، اللي بيشوف حبيت قلت شيء هلا بقول لك كفى، اللي بيشوف شغله موجوده بسوبر ماركت شكون انت عيننا نحن كمواطنين، كون عين بدل كل هالعالم اللي عن جد عم تنداق. امبارح احد اصدقائنا موجودين على تويتر نشر ايتم فات اشتراه من سوبر ماركت، لقى بسوبر ماركت تانية، وحده ببيروت الثانيه بالنبطيه، كل وحده سعر بفرق مهول بالاسعار. كل مواطن اليوم لازم يكون هو المراقب لحتى عن جد نكون عم نشد بعض وننهض ببعض من هالازمه، لان اذا فعليا يعني معولين على المسؤولين فعلا، اذا معولين على المسؤولين عن جد نخبز بالفراق. حبيت هيدا سحر، شكرا كثير. بس كنت بدي اقول لك شغله، في شغله كتبتيها على تويتر وفكرت فيها كثير، كتبتيها من شو اسبوعين لما قلتي انه صرنا كثير عم نتظاهر وعم نصور وعم ننتفض وعم نعصب كله على السوشيال ميديا وعلى قلب مش عم نعمل شيء. هيدا موضوع كبير، يمكن اسوأ شيء يصير انه نحن ترند، بس أسوأ شيء يعني انه يعني مهم نعمل ترند او نطلع ونفش خلقنا على السوشيال ميديا، بس على الارض مش عم نعمل شيء فعليا لقلنا لبلدنا لاولادنا. بشكرك سحر، اكيد لنا لقاء مقبل. منتابع صباح اليوم وهلا على الشاشه مع دوري السابا، واليوم في نوستالجيا وجوله على اهم افلام اللي شاركت فيها ضيفتنا الغاليه جدا سميره توفيق.